زين شو لسه ما نمت؟ ما نمت يا ابي ما نمت، ما عم يجيني نوم. ليش يا ابي خير ان شاء الله؟ شو في قصه شغلت لي بالي يا ابي ما عم تخليني نام. شو في يا ابي؟ لك يا ابي لقلك القصه اللي صارت معي اليوم. قاعد عند العقيد وعز بيقول لي قصه شغلت لي بالي كثير. خير ان شاء الله؟ قال لنا ما بقى ينفتح باب الحاره الا على كلمه سر. قال له شو هي؟ قال الحمار الوحشي. ومن وقتها لهلا وانا عم فكر، حمار الوحشي يا ترى ابيض مخطط باسود والاسود مخطط بابيض؟